مرحبا مشاهدي الكرام، مجددا معكم في صباح الشارقة وضيف جديد ومميز أيضا مشاهدينا الكرام. يقدم مشروع التعداد السكاني في الشارقة دعما كبيرا للدوائر الحكومية، بالإضافة إلى خدمات وبرامج مميزة بناء على نتائج التعداد تسهم في تسهيل حياة سكان الإمارة وزوارها. دعونا نتعرف مشاهدينا الكرام أكثر عن مشاركة التعداد في المعرض مع الأستاذة جميلة غانم الحميري، رئيس وحدة الإعلام بالعلاقات العامة لمشروع تعداد الشارقة 2015. صباح الخير أستاذة جميلة. صباح النور، حياك الله. الله يسلمك. حياك الله. في البداية أستاذة جميلة، بس لو تحدثينا يعني دور تعداد الشارقة هذا العام في معرض الشارقة الدولي للكتاب. هو طبعا مشروع الشارجة، تعداد الشارجة 2015، هذا أكبر مشروع صار في الشارجة في هاي السنة. حابين احنا الكل يتعاون ويساعدنا في انجاح هذا المشروع. طبعا هو المشروع مو بانه قائم على ان دائره تشتغل عليه، لا، هو تكاتف كل الجهات، كل الدوائر بتشتغل على انجاح هذا المشروع. اول شيء بنشر المعلومه، بالتعاون، بالاعلان، بالاعلام، بكل شيء عشان الكل يتعاون، لانه هو التعداد معني مو بس للمواطنين، لو بالمواطنين مجرد يعني شيء بسيط يخليهم يتعاونوا، لو خبر ولو لو معلومة، لكن احنا معني لكل الجنسيات. جميل. كل اللي على أرض الشارجة يعني. معرض الشارقة الدولي للكتاب، من اسمه معرض الكتاب، لكنه مثل ما قلتي تعاون كبير من جميع المؤسسات الحكومية والدوائر الحكومية. اليوم دوركم كتعداد السكان في الشارقة، في إمارة الشارقة، هدفكم من هذه المشاركة في هذا المعرض؟ هدف نشر الوعي التعدادي، أهمية التعداد، وكيف المواطنين وسكان الشارقة راح يتعاونون ويانا. منصة التعداد حالياً عليها شرح مستمر يوميا طول اليوم لكل زوار المعرض اللي بيوصلون للجناح عندنا، عن أهمية دور التعداد وشو بنستفيد من التعداد كلنا. وفي بروشورات للأطفال، كتيبات للتلوين، شغلات ممكن الطفل يوم بياخذ المعلومة للبيت فيها شرح مبسط للطفل. الأسرة تقرأ له، أمه ولا أبوه يقرأ له هالبروشور، يصير الوعي لجميع أفراد الأسرة مو بس لشخص الزائر اللي بيكون في المعرض. في بروشورات للناس الكبار، في للأطفال، لكل المستويات العمرية والثقافية. طيب أستاذة جميلة، كيف شفتوا اليوم إقبال الزوار على تعداد، على جناحكم أنتم كتعداد؟ هل هناك في إقبال يعني من الناس يعني ذاتيا يجون كذي يبون يعرفون، ولا انكم انتم مثلا تتابعون الناس يعني تدعونهم؟ والله كثير من الناس اللي يجونا اصلا واصلين لهم العداد، لان احنا بدينا الحصر في 2010، فهاي مرحله الحصر. المراقب ينزل للمنزل، يدق الباب، ياخذ رقم تليفون رب الاسره ورقم الهويه واسمه. من ياخذ هذا على الايباد يصير الموقع اللي خذينا منه المعلومه. بعدين يجي رب الاسره مسج للعد، المسج يقول له انت تبى عد ذاتي او عداد، يدق بابك مره ثانيه. فهو معظم العوائل حاليا قاعدين يختارون العد الذاتي. العد الذاتي هو مجرد ان يوصله برساله باسورد، يدخل بالباسورد على الموقع، على طول يفتح له الصفحه في اي وقت يحتاج يدخل المعلومه يدخلها، ان كان الصبح ان كان في الليل، في اي وقت يناسبه. وهنا احنا بنشل يعني اكبر قدر من العمل بالعد الذاتي. صحيح. يعني تعاون الجمهور ويانا، ومعلومه ان العد الذاتي راح توفر عليهم الجهد والوقت، وان ما بيوصلهم عداد لين باب البيت ويدق الباب البيت، وانه يزعجهم في اي وقت. يدخلون على الموقع يدخلوا المعلومه في اي وقت، لو في استراحه عنده ولا في الليل مريحين ولا كذا، دخلوا المعلومات بكل سهوله، بيقدرون يدخلونه في العد الذاتي يعني. جميل استاذه، بنتكلم شوي، تكلمتي عن العد الذاتي. اليوم من خلال المستخدم اللي يستخدم عن طريق التطبيق او عن طريق العد الذاتي، يمكن ان يوفر معلومات يمكن ان تكون خاطئه. شو دوركم انتم كتعداد الشارقه تسوون في هذه الحالات؟ راح في العد الذاتي راح يكون في اسئله وايد مبسطه للجمهور بالكامل، راح
يكون بس المسؤوليه ان احنا ناخذ الهويات للاسره كلها، يدخل رب الاسره يدخل المعلومات كلها هذه وبكل يسر. وبعد في توجه من الشيخ سلطان على اساس انه في فئات سته في التركيز عليهم. نعم. في الاستماره لما تدخلون معلومات كمواطن تطلع لكم ست خيارات، هل في كبير سن في المنزل او هل في ايتام غير مستكملي التعليم اللي ما عندهم وظائف، المطلقات والمهجورات والارامل. فمع يعني في حصر هاي الامور راح تبنى بنيه تحتيه قويه ان شاء الله، وراح يصير في تخطيط لامور كثيره اجتماعيه واقتصاديه بكل شيء يعني ان شاء الله باذن الله. طيب استاذه جميله، يعني شو اكثر او اكبر المعوقات لتعيق مثلا تعداد او الشخص اللي يروح من قبلكم المسح الميداني او الزيارات الميدانيه؟ هي المعوقات انه يكونون ما عندهم فكره عن انه في تعداد، تخوف الاسر من دخول رجل التعداد عليهم. نعم. في خوف شويه، ولكن احنا حطينا هويه معينه لرجل التعداد للعداد انه راح يكون لابس فيست اصفر، في بطاقه تعريفيه. نعم. فيها الاسم وفيها الرقم، و في كول سنتر راح يتصلون عليه 880,000 لو في اي استفسار عندهم للتاكيد اي معلومه. نعم. لو مو فاهمين حتى هم يشتغلون العد الذاتي ممكن يتصلون على الكول سنتر. جميل. ممكن يساعدونهم في المعلومات. جميل. نعم. نرجع لمشاركتكم في معرض الشرق الدولي للكتاب في دورته 34، شو المميز في مشاركه تعداد الشارجه اليوم؟ المميز الكل حابب يتصور عندنا ويحس ان في تواصل. نعم. في السوشيال ميديا يعني هم يحطون واحنا نسوي ريبوست لهم، ففي شيرينج في 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 البوست نفسه يعني. نعم. في هدايا بسيطه، في هي كلها الهدف منها نشر التعداد ونشر وعي التعدادي. قبل يوم من افتتاح معرض الكتاب كان يوم رفع العلم، عملنا فعاليه حلوه كانت اسطول التعداد، وطلعنا من القصبه الى البحيره الى جزيره العلم وطيرنا بالونات فيها أعلام. جميل. فكانت شوية الفعالية مميزة، فخذت جو بعد في الشارجة، فالكل يعني ابتدى يركز عن تعداد الشارجة شو شغلهم شو قاعدين يسوون، فإن شاء الله يكونوا. نعم. الكل متعاون بإذن الله. إن شاء الله تعالى. أستاذ جميل، اليوم تعداد مثلا إذا تكلمنا عن تعداد إمارة الشارقة، هل هناك في تنافس بين الإمارات ولا تعداد يعني نفس النظام تمشون عليه وكل الامارات او كل الامارات الدولة تمشي نفس النظام، ام هناك في اختلاف في النظام والاستراتيجيات؟ راح يكون على نفس النظام الاحصائي، هو احصاء. نعم. الاحصاء هذا نفس نظام الدولي يعني. نعم. الحين لو اي امارة ثانية سوت الاحصاء، احصائنا يكون نفس مطابق لنفس. نعم. طريقة المعلومات والبيانات، بحيث انه لو ينا نسوي صحيح احصاء للامارات بالكامل بكل سهولة، لان في توحيد للمصطلحات. جميل. 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 يعطيك الصحة والعافية على هذه المعلومات اللي قدمتيها لنا أستاذة جميلة. كل الشكر والتقدير مشاهدينا للأستاذة جميلة غانم الحميري، رئيس وحدة الإعلام والعلاقات العامة لمشروع تعداد الشارقة 2015. متواصلين وياكم مع هذه الأجواء الجميلة، أجواء الثقافية، أجواء الفعاليات، وأيضا ورشات العمل التي تقام ومشاركة دور النشر المختلفة في هذا المعرض الدولي للكتاب مشاهدينا. زميلنا محمد تريانة، خلونا نشوف شو عنده وراجعين لكم.